مرحبا بكم، مرحبا بكم مشاهدينا. اليوم مش نحكيو على كلمة ألقاه وزير الداخلية كمال الفقي خلال زيارة ميدانية لإدارة العام للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بتدعيم السلك بالموارد البشرية والمادية اللازمة. ذلك ما أكده وزير الداخلية كمال الفقي خلال الزيارة عمل أداها اليوم السبت 13 مايو 2023 إلى الإدارة العام للحرس الوطني بالسكنة العوينة على ضرورة تدعيم السلك بالموارد البشرية والمادية اللازمة، وذلك بغية الارتقاء بالأداء مختلف الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني، وذلك ما جاء وفق نص البلاغ عن وزارة الداخلية.